إذا كان القرآن يقرأ يا شيخ من شريط أو من قارئ والسامع لم ينصت أو يتحدث إلى غيره، هل يجوز ذلك؟ أما إذا جهر بالحديث فإن هذا لا ينبغي، لأنه يشبه قول الذين يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أما إذا كان سرا بينه وبين صاحبه فلا بأس، لكن الأفضل الاستماع. هذا بالنسبة للمستمع. أما بالنسبة للمشغل للقرآن فنقول له ما دام الحاضرون لم يتفقوا على تشغيله لا تشغله، وإذا كنت أنت تحب ذلك فاجعل لك سماعة في أذنك، لأني لا أود أن يقرأ القرآن بين قوم يستثقلونه أو قوم لهم أشغال وأحاديث مع أخوانهم فيمتنعون من التحدث. القرآن يجب أن يقرأ والإنسان في أشد ما يكون شوقا إليه. بعض الناس يكون محب للخير عنده أشرطة قرآن، ويكون وسائق السيارة ثم يشغله، والركاب لا يريدون هذا أو يريدونه على مرض واستثقال. لماذا نلجئ الناس إلى 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 استماع القرآن وهم يحبون أن يناموا، يحبون أن يتحدثوا بمن بينهم، نفوسهم في هذه الحال متعقدة ليست على استعداد لاستماع القرآن؟ فإذا استأذن منهم وقال يا أخواننا نريد أن نستمع إلى الشريط وقالوا نعم، حينئذ يكون له محل.